تشهد في ساحات الستين بالعاصمة صنعاء لأداء جمعة السلمية خيارنا الثوار أعلنوا تضامنهم مع أبناء تعز واستنكروا استمرار تدفق الأسلحة إلى بقايا النظام لتمكينه من ارتكاب المزيد من جرائم القتل والدمار في حق الشعب اليمني ومقدرات الوطن. ودعا الثوار المجتمع الدولي إلى وقفة جادة مع الضمير ووثائق الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تجرم جرائم الإبادة والحصار الجماعي الذي بات يخنق اليمنيين أكثر، وبخاصة في أفضل أيام السنة والأشهر الحرم. خطيب الحرية في الستين أكد أن الثوار ماضون في فضح جرائم عصابة صالح وإسقاط نظام الفساد والتسلط. ودعا الخطيب الثوار إلى التآزر والتلاحم والتكافل من أجل استحقاق نصر الله. تفاصيل أوفى حول جمعة الستين نتابعها في التقرير التالي. أيها الثوار، ثمة أسئلة سأطلقها في هذا الفضاء الحر، أوجهها إلى أصناف من الناس. أولها سؤال أوجهه باسمكم إلى فقهاء السبعين الذين يقفون معادلين للظالمين. أقول، هل اتخاذنا موقفا صريحا ضد أعداء الله؟ هل اتخاذنا لمن صاروا في بحارنا اليوم عمل يرضاه الله؟ وأتساءل وأنقل هذا التساؤل إلى كل فقهائنا في ربوع هذا الوطن المتحركين في أي منهج والساكتين على السواء. هل القعود بلا حراك؟ هل السكون في هذه الأيام موقف يرضاه الله؟ ثورة الشعب السلمية لا تتوقف، فمشاعر اليمنيين في فيضان دائم وتدفق مستمر. فمهما اتسع شارع الستين إلا أنه يضيق بالجموع عن كل جمعة وجمعة. تتردد في جنباته صرخات الثوار وتعلو هتافاتهم. حدد اليمنيون مسار ثورتهم السلمي في بداية الثورة ليعلنوا اليوم وبعد 9 أشهر ونيف تمسكهم بذات النهج والمسار حفاظا على الأرواح والوطن. سلمية ثورتنا، احنا سمينا جمعتنا سلمية خيارنا من اجل شيء واحد، انه نحيي صمود الشباب الثائري اللي لحد هذا اللحظة 9 شهور والشهر العاشر في الطريق، وهم صامدين وكل واحد طارح سلاحه في بيته وجاي الى الساحات وهو سلمي بدون ما يحمل اي سلاح. واحنا مطلبنا ان تستمر السلمية وتظل السلمية الى ان تتحقق جميع اهداف ثورتنا بالسلمية. اقول على عبد الله صالح، زي ما بدينا ثورتنا سلميه بنختمها سلميه، ومهما حاول في قرنا للحرب الاهليه باسلحتها بقصف الارحب بقصف الحصبه، مهما عملت فينا احنا بنختم ثورتنا بالسلميه. هذه ثوره سلميه وسنستمر فيها سلميه ان شاء الله، وستنتهي سلميه، لان السلميه هي خيارنا. الثوار لا يفتؤون يذكرون العالم أن خصم اليمنيين هو علي صالح ورموز نظامه. صالح هو الذي يسعى لجر البلاد إلى أتون حرب أهلية، يقول الثوار، وسيغرق عرشه في بحر الدماء التي يسفكها، يضيف الثوار أيضا. هذه هي السنة الماضية في طواغيت الأرض، والقذافي هو الأنموذج الواضح إن اعتبر به صالح. إبداعات سلمية الثورة في جمعة الخيار السلمي ما قام به اليمنيون من عمل أطول بصمة في العالم لاستنهاض الضمير العربي والعالمي، مؤكدين المضي في التصعيد السلمي لإزاحة هذا النظام الجاثم على صدورهم. ميدان الستين لم يفته اليوم أن يتعطر بعبق الشهداء الراحلين إلى ربهم، فقد شيع الثوار كوكبة من شهداء الحرية الذين طالتهم أيدي القتلة الأسبوع المنصرم. لم يعد ميدان الستين ساحة لأداء صلاة الجمعة وتشييع جثامين الشهداء ومحطة للاحتجاج والمطالبة بالحقوق والحريات فحسب، بل أصبح ميدانا لتعليم شعائر الحج رمز وحدة المسلمين،
الذين خرجوا تلبية لنداء الخالق سبحانه وتعالى. الثوار هنا أيضا خرجوا في سبيل الله، فالعبادات مختلفة والغاية واحدة، عنوان الحرية في الستين. فيا جبال سرات قبلي نقما، ويا مآذن صنعاء عانق الحرمى.